برايزنج ستار اليوم مشاهدينا معنا ضيف شاب لبناني متعدد المواهب، حبينا نتعرف عليه وعلى اعماله اكثر. عمر صفير، اهلا وسهلا فيك، شرفتنا. حضرتك مخرج ومصور فوتوغرافي، عمرك 22 سنه، وبفتره كثير قصيره قدرت تبرز بمجالك. اول فيلم قصير قدمته بعنوان سلوى نال عده جوائز، وكمان من فتره قصيره اطلقت فيلمك الثاني بعنوان لوست ان داست. بدنا نتعرف على هالاعمال، ولكن قبل كيف تعرف عن نفسك عمر؟ هل انت رسام، مصور فوتوغرافي او مخرج سينمائي؟ صراحه انا بحب كل الفنون، ما عندي مشكله مع ولا وحده منهم، فبفضل الفنان. يعني تقبل الفنان اللي بيجمع الكل؟ بيجمع الكل. اهلا وسهلا بالفنان عمر صفير. عمر، بلشت بالرسم من عمر كثير صغير، بعدين انتقلت للتصوير الفوتوغرافي، وكمان درست السينما والاخراج بالجامعه. هل بتقدر تمزج بين كل هالفنون بالاعمال اللي عم تقدمها اليوم؟ طبعا، لانه بحس انا انه كل الفنون تجمع بالاخر، يعني ما فينا نفرقهم من بعضهم، بالنتيجة كلهم رح يصبوا بمطرح واحد. مهم يكون في هذا الإحساس، وإذا موجود ففينا نصبه وين ما كان. منلاحظ لما لقينا نظرة على صورك عمر، صورك الفوتوغرافية، إنه بتركز كثير على التفاصيل، يعني تشتغل بدقة كبيرة وبالأخص على السيتنج. هل دائما الفنون بتكمل بعضها بعمل من هالنوع؟ هلا أنا من وجهة نظري بقول إيه، لانه السينما هي صوره والفوتوغرافي هي صوره، يعني كانه عم ترسم صوره او عم تصور مشهد. صح، فاذا بنحكي بانتور نحن عم نرسم بهيدي الصوره، بس بالفوتوغرافي او بالسينما نحن عم نرسمها بطريقه اخرى، من خلال الضوء، من خلال الكاميرا. ف بعتبر هي ذاتها. فيلمك الأول كان بعنوان سلوى، وعليه حصلت على عدة جوائز. شو فكرة هالفيلم؟ هو بيحكي عن مرأة بالأربعينات، سلوى، هي عم بتفتش على شيء عميق بحياتها، عم بتفتش على حدا يحس معها كمرأة أكتر. للأسف هذا الشيء مش موجود بعلاقتها العاطفية مع جوزها الكولونيل، فبتصير تفتش عليه بمطرح آخر، اللي هو عند إذا بدك هو الخياط اللي بيجي لعندها بيصمم لها أزياءها. نعم. بس بتكتشف إنه هو مثلي الجنس. كمان تتطور الأحداث. إيه، بتصير عايشة هالسرعة بينها وبين حالها، بينها نعم. وبين جوزها، بينها وبين الخياط. خلينا نشوف مشهد من فيلم سلوى تناخذ فكرة أكثر عن هالإمرأة. أسلوبك كثير مميز عمر، وواضح من بدايتك مع هالفيلم. الحوار أو اللغة استخدمت الصمت حتى تعبر عنها، وكمان الموسيقى كمان قدرت تعبر. مزبوط، بحس أنه الصمت هو لغة كمان. في كثير أوقات نحن بالحكي ما فينا نعبر مثل ما نحن عم نحس أو نحن الموجود داخلنا، فحبيت أنه بهذا الفيلم يكون في هالموسيقى اللي عم تعبر على أحاسيس سلوى اللي موجودة داخلها، ممكن حتى هي مع الصمت يقدر يعبره أكثر بكثير من كلمة أو من حوار معين. نعم. هل القصة من تجربة شخص أنت بتعرفه، عاشها امرأة أنت تعرفت عليها، أو هل هي فقط من مخيلتك؟ هي إذا بدك أنا بحب أرجع لحياتي، بحب أرجع لشيء شايفه قدامي، أشياء سمعها، بس برجع بحولها لشيء فيكشنال، أو أنه كتابة قصة جديدة. يعني أكيد أنا مستوحى من حياتي، أكيد مستوحى من شخصيات أنا شايفها ومعشرها أو أشياء سمعها. يعني شخصيات ممكن تكون مرقت عليك، لحظات ممكن تكون مزبوط. أنت عشتها كمان، دمجتها بهالقصة بطريقة فيكشنال. خلينا نشوف مشهد آخر من فيلم سلوى. Je pourrais garder, je pourrais garder au
fond de mon cœur, sous la terre froide, un peu de chaleur que j'emporterai. Si je n'avais plus, si je n'avais plus, plus qu'une heure à vivre, une heure et pas plus, je voudrais la vivre à l'aube d'un jour, sur un lit d'amour, pour m'avoir à lire que des mots d'amour, pour te voir sourire et ne plus penser, et ne plus penser. حلو كتير الأمبيانس بسلوى. وبعد هالعمل اللي كان فيلم التخرج لك قدمت عمل تاني مؤخرا بعنوان Lost in Dust. هون تعاونت أنت مصممة أزياء لبنانية اسمها دانيال كيريديان، وعملت فيلم يمكن الأول من نوعه اللي بيمزج بين عالم الأزياء والسينما. مزبوط صح. خبرنا أكثر. هو هيدا الفيلم أنا من بعد ما كنت بلشت بالفاشن فوتوغرافي حسيت انه هيدا العالم عم بيميل نحن للاسف للاشياء السطحيه وما عم بيزيد شيء عمق لحياتنا، غير ما انه ممكن بس انه عم بيكون في شيء حلو قدامنا وما عم بيزيد. فمع تعامل مع دانيال كيريديان اللي هي مصممه ازياء عندها عالم كثير خاص فيها، عالم هيك مليء بالحلم بتحس انه الفساتين تبعها ما بيشبهوا شيء ثاني. فحبيت انه لأسلوب خاص فيها. مزبوط، حبيت لاول مره انه هيدا ادمج السينما اللي هو شيء الانسان بيحضره بيعمل ايدنتيفيكيشن له، في له عالم خاص له بتخلق امبيانس معينه، بالفاشن بدل ما يكون شيء بس انه مجرد بنت حلوه عم تلبس فستان او عم تعرض حيلا شيء بداعي بس الجمال، حبيت زد له زيد عمق لانه الفاشن بالنسبه لي بعتبر انه فيها تكون بعد اعمق من هيك بكثير، وفيها يكون لها عالمها الخاص. عمر، قد ايه برايك من خلال هالعمل Lost in Dust قدرت تكسر او تتحدى الصوره النمطيه لعارضه الازياء وللمراه عامه بلبنان؟ انا ما بعرف قديش قدرت اعمل هيدا الشيء، بس انا هيدا هدفي. هيدا كان هدفك. مزبوط. مجرد انه اعمل هيدا كستيب بالنسبه لإلي انه هو هيدا انا واجباتي اني اقدر اعمله، اذا بدك اللي انا بفكر فيه نفذته، والباقي اذا بده يصير ما بقى علي انا، عرفت انه اتحمل مسؤوليته. عم تشوف هون لقطات كنا يمكن من التصوير مرقوا قطعوا، هيدا كان تصوير وين صورتوا الفيلم Lost in Dust؟ صورناه بنهر الكلب. نعم. بلبنان، و we recreated a certain ambience special للفيلم. شو أكثر فكرة حبيت توصلها من خلال هالعمل؟ يعني واضح إنه كثير بتهتم بالمرأة، صورة المرأة عامة بلبنان، ولكن من وراء هالعمل بالأخص شو حبيت تقول عنها؟ أنا من بعد ما شفت الفساتين تبع دانيال كيريديان اللي قلت لك إنه ما بيشبهوا فساتين تانية، بس هون شو عم نشوف؟ أعطيني فكرة لأنه الأمبيانس كثير حلو. هون عم نشوف هي اتس دول، بس اكيد يعني انسان، هي اكترس اند موديل، هي بتجرب انه تقدر تكون هي مثل ما بترتاح، بس في عندها اما او هي كمان فيكشنال كاركتر ثاني، هو بيمثل العالم اللي بتشبه بعضها بهالمجتمع اللي كله بده يكون مثل بعضه، الكلوناج تبع اللي عايشينه بمجتمعنا. هي حابه تكون عالمه فارقه. صح. وبالاخر بنشوف هيدا الليبريشن تبعها انه هي وقت تلاقي حالها قديش ممكن ترتاح. فحبيت وصل هيدا المسج انه بعتبر مش بس اكيد المراه، وكل شخص في عنده شيء مميز له، في عنده شيء بيشبهه له، فما بقى يفتش على الاشياء حواليه ويجرب يقلد. او كل شخص قادر من رغم كل الضغوطات الاجتماعيه يقدر يلاقي هويته الحقيقيه. اكزاكتلي. فانا صبحت كنت عم بقول من الدريسز تبع دانيال كيريديان اللي هن ما بيشبهوا شيء ثاني، اللي هو انه كل شخص رسالة ممكن يلبسهم، يكون رسالة بتطبق على حياتنا الشخصيه. صح. عمر، شو رايك نشوف نحن والمشاهدين مشهد من Lost in Dust؟ اكزاكتلي. Motherly love, do they exist? Well, not to them.
All they know is love of power. They like being puppets. مشهد كتير غامض، أجواء غامضة، يعني بدك تصفن وتفكر وتركز هيك لتستنتج شيء. صورك الفوتوغرافية كمان بهالأجواء، عم تشغل على مجموعة جديدة هلأ. مزبوط، أنا كتير عم بكون متأثر بالإنسان، عم بحس أنه الإنسان إذا بركز عليه كفرد قدي فيه طلع على عمق الإنسان، على عمق الإنسان أكيد، على كل شيء مخزن جواته، على هوية الإنسان، على كل شيء مخزنه هذا الشخص. فعم بشتغل على الفرد وعم جرب لاقي الانسكيورتيز اللي عم بيواجهوها الأشخاص حوالينا. مش بكير لتفكر بهالأمور بعمر الإنسان وهمو الإنسان وبعمر 22 سنة؟ هو مش هم الإنسان بمعنى السلبي، هو إذا بدك بعتبر أنه كل إنسان عنده شيء جواته، وانا بنبسط، انا هذا الشيء بحبه، بحب العالم، خلينا نسميها الكنوز اللي موجوده بداخلنا، بداخل الانسان. فعبالي طلعها من خلال الفن تبعي، من خلال الفوتوغرافي، من خلال عمر اللي حابب يتعرف عليك اكثر وعلى اعمالك ان كان السينمائيه او الفوتوغرافيه، كيف بيقدر؟ في عندي فيسبوك بيج عمر سفير فوتوغرافي، وعلى انستغرام عندي عمر سفير اكونت، وباي ميل اذا حدا بحب عمر 2_sphere@hotmail.com. انبسطنا بالحديث معك عمر، منهنيك على هالاعمال وناطرين اشياء كثير حلوه منك بعد لاحقا. اهلا وسهلا فيك. وقفه مشاهدينا وام تي في الايف بكمل، خليكم معنا.